اللي احنا نعمله ان احنا ندخل الداتا، تمام؟ هندخل الداتا اللي هي ايه؟ نوع التكييف اللي احنا نستخدمه، عدد الادوار اللي موجوده، بندخل فتحات، بنرسم الفتحه، بندخل الماتيريال زي ما احنا شفنا لما جينا علمنا على الحيطه ودخلنا على الماتيريال ودخلنا الخصائص بتاعتها، بنحدد اللوكيشن بتاع البلد اللي احنا فيها. طيب اللوكيشن بنحدده منين؟ من مانج، هتقول له اللوكيشن. هل اللوكيشن هيفرق معانا في التصميم ولا مش هيفرق؟ باشمهندسين، هل اللوكيشن بتاع المشروع هيفرق معانا ولا مش هيفرق؟ أكيد أكيد هيفرق هيفرق. معانا، نعم؟ أكيد هيفرق. أيوه هيفرق. ليه بقى؟ لأن لو إحنا بنعمل تصميم في مصر غير لما نعمله في أوروبا، غير لما نعمله في الحر والحاجات دي. فكل اللي إحنا علينا إن إحنا بنروح لكلمة مانج ونقول له لوكيشن. وتبدأ تحدد المكان اللي انت موجود فيه، تمام؟ اول ما بتحدد المكان انت عندك طريقتين، طريقة اللي هي الديفولت سيتي ليست، قائمة بكل الاماكن اللي موجودة في العالم تقدر تختار منها. يعني هتلاقي مثلا كايرو ايجيبت هي موجودة، ماشي؟ اول ما حددتها قال لك بقى الخضر العرض والحاجات دي كلها، او من خلال الانترنت تبدأ تعلم سيلكت كده على المكان اللي انت عايزه ويبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته، تمام؟ هتلاقي برضو مصر موجودة أكيد، ماشي؟ تبدأ بس ممكن حتى تيجي هنا وتقول له أنا عايز كايرو، تمام؟ فبيقول لك إن في كذا كايرو موجودة، أنت عايز أنا كايرو فيهم؟ خلينا نكبرها له كده، هو بيقول لي إن في خمس مدن اسمهم كايرو. ايوه انا اقول له طبعا عايز رقم واحد، فيبدا ان هو يجيبها لك. غالبا اقرب محطه في كايرو اللي هي بتاعت المطار. طيب اول ما انت بتحدد اللوكيشن ده فرق معاك في ايه؟ خش كده على السايت اللوكيشن، هيبدا يحدد لك بقى الرطوبه ودرجه الحراره وكل الحاجات دي، هتبدا تحدد بمجرد ان احنا حددنا اللوكيشن اللي احنا عايزينه. وده هيفرق معانا كتير جدا في الحسابات، يعني لما نيجي نعمل حسابات اناليسز هتفرق معانا، ماشي؟ طيب احنا دخلنا المعلومات اللي احنا عايزينها، ودخلنا درجة الويزر داتا، ودخلنا الروم كل وخصائص الحيطة وخصائص الابواب وكل الحاجات دي، هطلع لنا ايه؟ عد عندك بقى، هيعمل لي سيرمان اناليسيس، هيعمل لي الهيتنج اند كولينج لود، هيعمل لك الاتشفاك، هيعمل لك السولار اناليسيس، هيعمل لك اللايتنج، اللايف سايكل كوست، هيقول لك تكلفه المبنى ده في السنه هيبقى قد ايه، هيعمل لك دراسه للرياح، هيعمل لك يجيب لك دراسه للليد، ايه نقط الليد اللي انت ممكن تاخدها. كل الكلام ده بمجرد ان احنا قدرنا نعمل دراسه كويسه ودخلنا المعلومات مظبوطه، تمام؟ الموضوع ده فعلا هيفرق كتير معاك جدا، بالذات لما تيجي تبدأ تشتغل. هتلاقي الناس شغال بالحساب التقليدي وبيقعدوا مثلا اسبوعين وانت بتخلص الشغل في يوم او يومين، ده بالكتير يعني. فحاول ان انت ايه تستفاد منها، ولو في اي مشاكل قول لي عليه. فاحنا في البيلدنج بيرفورمانس سيموليشن في المحاكاه بندخل بيلدنج اورينتيشن، قلنا لو لفينا المبنى ممكن ده يوفر طاقه كتيره جدا. نهتم بالقصه دي، عندنا اللايتنج، عندنا الشادو والحاجات التمبريتشر، ويبدا بقى يجي لنا بقى كل المعلومات اللي احنا ممكن نعملها المحاكاه. عندي ملف اسمه ويزر داتا، الملف ده عباره عن ملف بيبقى موجود فيه المعلومات الخاصه بالمنطقه ديت، الرياح جايه منين والحراره والحاجات دي كلها. الملف ده ممكن نرفعه وممكن حتى نحدد له اللوكيشن هو يجيبه لنا على طول. فهتلاقي مثلا البيب سوفت وير هيعمل لك الفيزيكال موديل بالشكل دوت، هيعمل لك دراسه للحراره، دراسه للتضاريس، دراسه للساوند ونويز اللي هي ديت، دراسه للرياح. عملنا الموديل بس مره واحده وكل ده بقى موجود وجاهز معانا. طيب ده بقى الباسيف ديزاين. ايه هو بقى الباسيف ديزاين؟ احنا عايزين المبنى يكون استهلاكه
قد اللي هو بيولده. ركزوا معايا في الموضوع ده جدا واسرحوا بخيالكم شويه. المبنى الاستهلاك بتاعه قد اللي هو بيجيبه، يعني هو مثلا بيولد كهرباء مثلا 200 فولت وبيستهلك 200 فولت، فمش مش, مش ما فيش فاتوره كهرباء، ما فيش فاتوره كهرباء. انت الكهرباء اللي انت ولدتها من الشمس او من الرياح خلاص، هي اللي البيت بتاعك محتاجها، تمام. فالموضوع ده بيفرق كتير جدا. بالشكل دوت المبنى لا يمكن حصاره، تمام. مبنى يعني لو حصل ايه خلاص، ما يعني ما بياخدش اي حاجه من بره. وده اللي حاولوا يعملوه في الامارات، كانوا عاملين مدينه كده سدره، بحيث ايه، لا مش سدره، كانوا عاملين مدينه مصدر، مدينه مصدر، ان هي ما تستهلكش طاقه اكتر من اللي هي بتولدها. يعني لو هي حصل انقطاع تام عن العالم كله، هي مش محتاجه طاقه، هي الطاقه اللي بتولدها هي الطاقه اللي هي محتاجاها، تمام. من خلال مثلا ان هو بيعمل كاسرات للشمس بحيث ان ما يدخلش الشمس كتير، وبيدرس طبعا الزاويه بتاعتها بحيث انها تنور طول السنه، لكن في الصيف ما تدخلش الحراره بشكل كبير، تمام. طيب هنتكلم دلوقتي عن السوفت وير، بس قبل ما نتكلم عن السوفت وير لازم ادي تحذير. مش البرامج هي اللي بتعمل المباني المستدامه، انت اللي بتعمل. المهندس المعماري مع التعاون مع الاخرين هو بيعملوا هم التصميم المستدام. البرامج بتساعدك، بتوفر معاك وقت، انما مش يعني ما فيش حاجه اسمها انا بشتغل ببرنامج حلو فالبرنامج الحلو ده هو اللي يعمل الاستدامه، لا. انت مهندس شاطر فانت اللي تعمل استدامه، سواء بقى عملتها بورقه وقلم، خدت منك وقت، قدرت تعملها على الاوتوكاد، قدرت تعملها على البيم، قدرت تعملها على اي سوفت وير، اظن كده ايه الموضوع واضح. فانت بتعمل موديل بيم، وبعد كده تبدا تعمل بعض الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض، ماشي. دي برامج البيم ودي برامج الاستدامه. خلينا نشوفهم مع بعض. عندنا ريفيت، عندنا اوتوكاد، في اوتوكاد معماري، في اوتوكاد اركتكتشر، بس محدش يستخدمه. اوتوكاد اركتكتشر ده كانت اوتوديسك ما كانتش اشترت الريفت لسه، فكانت هي بتعمل تجربه، ولما اشترت الريفت موتت الاوتوكاد الاركتكتشر دوت واعترفت ان هو مش ملوش لازم، تمام. الاركيكاد ده قديم جدا يعني من قبل الريفت، وفيه مزايا حلوه وفي ناس كتير حتى الان بتستخدمه، وهو برنامج ممتاز يعني في ناس كتير بتشكر فيه. طيب تعالى بقى ندخل على البرامج الاستدامه. عندنا برنامج اسمه انرجي بلس، وده مثل ان هو اوبن سورس وبرنامج حلو ومجاني وبرامج كتير جدا معتمد عليه، انرجي بلس، تمام. وتقدر تاخد الشغل من الريفت او من الاركيكاد او من اي برامج البيم وتدخله على انرجي بلس ويشتغل كويس. برنامج الايكوتكت برنامج وحش وسيء ومحدش يستخدمه، تمام. هو مشهور لكن هو سيء جدا. ليه؟ لما بتيجي تعمل اناليسيس بيطلع لك نتيجه، تقفله وتفتحه تاني وتقول له اناليسيس بنفس الانبوت بيديك مخرجات مختلفه، فمحدش يستخدم الايكوتكت. الجرين بيلدينج ستوديو هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل واوريكم صور للشغل بيه، ماشي. الاي اس ده بيستخدم في المدن والاماكن الكبيره، تمام. الديزاين بيلدر ده برنامج عملاق بيعمل حاجات كتيره جدا، وكل البرامج دي هتلاقينا بنتكلم عنها بالتفصيل. برنامج الفزاري كان برنامج حلو لكن الاوتوديسك وقفته، ماشي. طيب عندنا في حاجات بيبقى اسمها سوفت وير ديفلوبمنت، يعني حاجات برمجيه ومهمه جدا زي الداينامو ده في الريفت بتقدر تبرمج حاجات قويه، والجراس هوبر ده في الراينو. دي قائمه البرامج المعتمده من ليد، يعني لما بتشتغل بالحاجات دي الليد ممكن تديك شهاده ان المبنى بتاعك صديق البيئه. طيب في حاجه مش واضحه لغايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ في اي اسئله؟ في حاجه مش واضحه؟ كله تمام يا دكتور. ماشي ماشي يا باشمهندس. في حد عنده اي اسئله؟ الكلام واضح عشان احنا ندخل في حاجات تانية، فانا عايز اتاكد ان اللي كده واضح. نكمل؟
باشمهندس ندى، نكمل؟